ايه الحلاوه دي؟ ده طبخت ايه؟ مالك يا ولد؟ انا تعبان يا معلم. تعبان ازاي؟ حاسس بايه؟ حاسس اني تعبان بقى يا معلم. ما تتكلم يا ولد، مالك؟ انا عايز 5 جنيه. وجاي لي هنا عشان كده؟ اه. طب عايز 5 جنيه ليه؟ مالكش دعوه. عايز تسكر؟ اقعد اتهبب معانا. لا انا مستاك خلاص. انت تجيب ال5 جنيه وبس. هتعمل بيهم ايه؟ هعمل زي ما انت بتعمل كده، ولا فاكرني مش راجل زيك ولا ايه؟ طابور من قدامي يا راجل. انت اللي نطع وستين نطع كمان. بتضربنا انا ذكي وهقتلك كمان. تقتلني؟ طيب هنشوف مين فينا المعلم يا ذكي. هنشوف مين المعلم. يخص عليك، كان زي القطة المغمضة خدتك وربيتك وخليتك بني آدم، ودلوقتي جاي تتبجح هي. طيب